السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. أنا أحمد جابر وبرحب فيكم بقناة مليون طريقة. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد، والفيديو هذا باختصار وندخل في الموضوع على طول، بيحكي عن كيف نصنع ألوان الزجاج وأهم النصائح وأهم الملاحظات اللي ممكن تحتاجها عشان تعمل هاي الألوان. بالفيديو بعد ما خلصنا طريقة عمل ألوان الزجاج عملنا عمل صغير بالزجاجات الفارغة. خليكم معنا لنهاية الفيديو عشان تشوفوا الإشي اللي طلع معانا وتشوفوا أهم الملاحظات والتعليقات عشان صناعة ألوان الزجاج. طريقة صنع ألوان الزجاج بسيطة جدا، هاي لكر وهذا مركز من مركزات الألوان، وهذا نفط أو تينر أو ما بعرف يعني شو بيحكولوا في بلدكم، لكن خلينا نعتمد تينر أو نفط أو تينر بارد. هنا إحنا جبنا اللكر بكل بساطة، بتجيب اللكر وبتضيف عليه مركز الألوان، يعني الشغلة ما بدهاش زي ما بقولوا فنيات، يعني بتجيب اللكر وبتضيف عليه مركز الألوان وبتخلطه كويس. بعد التعليق على الفيديو جماعة راح أحكي يعني شغلة مهمة كثير في موضوع مركزات الألوان هذا، فياريت تخليك معنا لنهاية الفيديو عشان تستفيد. طبعا إذا أنت أو أنتي كنتوا مهتمين بدكم تعرفوا كيف بتنعمل ألوان الزجاج عشان تشتغلوا عليها، ضروري جدا تسمعوا هالأكم من تعليق أو الأكم من نصيحة اللي راح أحكي لكم إياها بنهاية الفيديو. زي ما انتم شايفين احنا طبعا جبنا اللكر، ضفنا مركز الالوان، بعدين الاشي اللي ضفناه اللي هو النفط او التينر. هنا جبنا زجاجة فارغة. طبعا هنا بجوز حدا يسأل يقول لك ليش انت حط الالوان الزجاج، ليش حطيتها من الداخل؟ حطيتها من الداخل لانه انا بدي الون الزجاجة نفسها، يعني بدي زجاجة يكون لونها اخضر، فطبعا مش راح اجي الون الزجاجة من برا. أنا ممكن أضيف اللون، حتى هذا الحكي في ألوان الأكريليك، أنت ممكن إذا بدك تلون زجاجة تضيف اللون جوا ماشي، وتحرك اللون داخلها وتتلون معك الزجاجة كاملة. هنا عنا طبعا شوفوا أنا اخترت يعني أني أعمل الموضوع مرتين تمام عشان إن شاء الله خلاص يرسخ عندكم. هنا برضو كمان مرة جبنا لكر، جبنا مركز ألوان باللون الأزرق وضفنا حركنا، بعدين ضفنا نفط أو تينر وجبنا زجاجة وكمان حطينا اللون أو لون الزجاجي فيها. خليكم معنا راح تشوفوا نتائج الأشياء هاي كلياتها، يعني بعد ما خلصت وبعد ما نشفت، يعني صورتها أنا. طبعا انا لونت اربع زجاجات، هاي واحدة باللون الموف، خلينا نحكي هاي اخضر، وهاي الازرق، وهذا الاصفر، بس انا ما حبيتش اجيبهم كلهم، بديش اطول الفيديو. هنا راح نبدا نشتغل الشغل اللي حكيت لكم عليه. طبعا احنا عندنا زجاجات فارغه، كل بيت فيه زجاجات فارغه، اغلبنا برميها. لا احنا ممكن نعمل يعني نحط عليها هيك شوية اضافات وتصير شغلة حلوة، يعني ونحطها في البيت، حطها في البيت، ممكن تهديها لصديق، تهديها لحدا. طبعا هنا احنا جبنا اللي هو خيط الصوف، هذا غراء دهناه على رأس الزجاجة تمام، ومنجيب خيط الصوف. طبعا يعني هاي حسب الرغبة، انا حبيت هيك شوي يعني اعمل شغلة فيها هيك الوان، يعني تكون مريحة أو فيها ألوان يعني كثير شوي. عندك هون الزجاجة لفينا عليها خيط الصوف من فوق ومن تحت اللي هو الخيط الصوف اللون بينك. طبعا هاي كرتونة يا جماعة، كتبنا حرف عليها، حرف الـ H، كتبنا عدة حروف يعني باللغة الإنجليزية كويس، وقصيناها زي ما أنتوا شايفين. بعدين منجيب نفس الحرف ومنلف عليه من نفس الصوف اللي لفيناه على الزجاجة. المسألة زي ما انتو شايفين، طبعا انا غيرت الحرف، الحرف الاولاني طلع معي صغير فسويت واحد كبير شوي. منجيب بعد ما لفينا الصوف على الحرف صار معنا جاهز تمام، منجيب فرد السيليكون
طبعا فرد اي شيء بتلزق فيه يعني وبتلزقه على الزجاجه. هذا العمل بالنهايه طلعت معنا عن كلمه هوم كنايه عن انه يعني العمل معمول في البيت تمام او ممكن انا احطه في بيتي بكل بساطه زي ما انتم شفتوا. الملاحظات اللي بدي احكي عليها بخصوص الوان الزجاج، انا يعني تعبت لما حصلت مركزات الوان، فلما رحت عند الشخص يعني اشتري مركزات الالوان يعني هي قصه بصراحه بس يا ريت تتعلموا منها. فرحت اني لقيت مركزات الالوان فاشتريت تقريبا 5 أو 6 علب مركزات الوان، يعني قلت له اعطيني من غير ما اجربها. فاول شغله بدي اياها منكم انه لما تلاقي مركزات الوان اذا ما كنت انت متاكد انه مركزات الالوان هاي جودتها عاليه لا تشتري منها عده الوان، اشتري لون واحد فقط وجربه، اصنع فيه عمل او جربه وتاكد منه وخليه ينشف، بعدين بتروح بتشتري من نفس النوعيه إذا كانت كويسة بتشتري ألوان تانية. النصيحة التانية اللي بدي أحكي لك إياها بالنسبة لألوان الزجاج، إذا أنت بدك تلون زجاجات فارغة زي هاي أو بدك تلون أي إشي، يعني أنت ممكن مثلا تشتري خلينا نحكي مزهرية شفافة، أو أنت ممكن يكون عندك إشي مرطبان مثلا شفاف بدك تلونه من الداخل، دائما إذا الشيء عمودي يفضل أنك بس تعمل ألوان الزجاج ما تضيف التنر أو النفط، لأنه هذا بينضاف كمخفف، فلما ألوان الزجاج بتكون خفيفة بتصير صعب تمسك على الإشي العمودي، بتضل إيش أنت بتعملها وبتضل تنزل. لما بدك تلون أشياء عمودية يفضل إنك ما تستخدم التنر، حط اللكر مع مركز الألوان ولون فيه. ويفضل كمان أنت بدك تلون شيء عمودي يفضل إنك تعمل له خلطة لوحده تزود فيها مركز الألوان، عشان مهما سحلت الألوان أو مهما سحل اللكر بيضل مركز الألوان ماسك وعامل يعني لون كويس على الزجاجة. هذا كان الفيديو تبعنا اليوم، أتمنى تكون الأمور واضحة. أي إشي بدكم إياه احكوا لي عليه في التعليقات، وبتقدروا تتواصلوا معي على الرسائل الخاصة في إنستغرام. الإنستغرام تبعي موجود بالصفحة الرئيسية للقناة، ادخلوا يعني تابعونا في إنستغرام. لو أرسلتوا لي رسائل خاصة على إنستغرام أنا برد عليها، ما بهمل أي رسالة خاصة بتجيني على إنستغرام، طبعا برد عليها على فضاوتي جماعة اعذروني، ولكن إن شاء الله برد عليها، يعني ما في كلام، ما بهمل أي رسالة خاصة بتصلني على إنستغرام. كان معكم أحمد جابر، أسيبكم بحفظ الله ورعايته، السلام الله عليكم.